تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الدائرين. آمين. هلموا نسجد ونركع لملكنا وإلهنا. هلموا لنسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا. هلموا لنسجد ونركع للمسيح، هذا هو ملكنا وربنا وإلهنا. باركي يا نفس الرب، أيها الرب إلهي، لقد عظمت جدا. الاعتراف وعظم الجلال لبست. أنت المتسربل بالنور كالثوب الباسط السماء كالخيمة، المسقف بالمياه علاليه، الجاعل السحاب مركبة له، الماشي على أجنحة الرياح، الصانع ملائكته أرواحا وخدامه لهيب نار، المؤسس الأرض على استيثاقها فلا تتزعزع إلى دهر الداهرين. رداؤه اللجة كالثوب على الجبال تقف المياه، من انتهارك تهرب ومن صوت رعدك تجزع. ترتفع الجبال وتنخفض البقاع إلى الموضع الذي أسست لها، جعلت لها حداً فلا تتعداه ولا ترجع فتغطي الأرض. أنت المرسل العيون في الشعاب، في وسط الجبال تعبر المياه، تسقي كل وحوش الغياض، تقبل حمير الوحش عند عطشها، عليها طيور السماء تسكن، من بين الصخور تغرد بأصواتها. أنت الذي يسقي الجبال من علاليه، من ثمرة أعمالك تشبع الأرض. أنت الذي ينبت العشب للبهائم والخضرة لخدمة البشر، ليخرج خبز من الأرض والخمر تفرح قلب الإنسان، ليبتهج الوجه بالزيت والخبز يشدد قلب الإنسان. تروى أشجار الغاب أرز لبنان التي غرستها، هناك تعشش العصافير ومسكن لهيرودي يتقدمها، الجبال العالية للأيلة والصخور ملجأ للأرانب. صنع القمر للأوقات والشمس عرفت غروبها، جعل الظلمة فكان ليل فيه تعبر جميع وحوش الغاب. أشبال تزأر لتخطف وتلتمس من الله طعامها، أشرقت الشمس فاجتمعت وفي سيرها ربضت. يخرج الإنسان إلى عمله وإلى خدمته حتى المساء. ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت. قد امتلأت الأرض من خليقتك، هذا البحر الكبير الواسع، هناك دبات لا عدد لها، حيوانات صغار مع كبار. هناك تجري السفن، هذا التنين الذي خلقته يلعب فيه، وكلها إياك تترجى لتعطيها طعامها في حينه، وإذا أنت أعطيتها جمعت. تفتح يدك فيمتلئ الكل خيرا، تصرف وجهك فيضطربون، تنزع أرواحهم فيفنون وإلى ترابهم يرجعون. ترسل روحك فيخلقون وتجدد وجه الأرض. ليكن مجد الرب إلى الدهر، يفرح الرب بأعماله، الذي ينظر إلى الأرض فيجعلها ترتعد ويمس الجبال فتدخن. أسبح الرب في حياتي وأرتل لإلهي ما دمت موجودا، يلذ له تأملي وأنا أفرح بالرب. لتبد الخطأة من الأرض والأثم حتى لا يوجد فيها. باركي يا نفس الرب. الشمس عرفت غروبها، جعل الظلمة فكان ليل. ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان ولا دهر الداهرين. أمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. يا إلهنا ورجاءنا، لك المجد. بسلام إلى رب نطلب. كيريا ليسون. من أجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى رب نطلب. يا رب رحام. من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان ورع وخوف الله إلى رب نطلب. كيريا ليسون. من أجل أبينا ورئيس كهنتنا سلوان والكهنة المكرمين والشمامسة الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى رب نطلب. يا رب رحام. من أجل حكامنا وموازرة في كل عمل صالح إلى رب نطلب. كيريا ليسون. من أجل السلام في لبنان وقلوب اللبنانيين وخلاصهم إلى رب نطلب. يا رب رحام. من أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى رب نطلب. كيريا ليسون. من أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى رب نطلب. يا رب رحام. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى رب نطلب. كيريا ليسون. من أجل المسافرين برا وبحرا وجوا
والمرضى والمتألمين والأسرى وخلاصهم إلى رب نطلب. يا رب ارحم. اعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمته. بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدتنا الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين هل نودع ذواتنا بعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح ليلا لك يا رب لأنه بك يليك كل مجد وإكرام وسجود أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار ولم يقف في طريق الخاطئين ولم يجلس في مجلس المستهترين بل في ناموس الرب هواه وبشريعته يلهج نهارا وليلا ويكون كالعود المغروس على مجاري المياه الذي يعطي ثمره في حينه وورقه لا ينتثر بل كل ما يصنعه ينجح لا كذلك الأشرار لا كذلك لكنهم كالهباء الذي تذريه الريح عن وجه الأرض لذلك لا تقوم الأشرار في يوم الدين ولا الخاطئون في مجمع الصديقين لأن الرب يعرف طريق الأبرار أما طريق الأشرار فتبيد لماذا ارتجت الأمم وفكرت الشعوب بالأباطيل قامت ملوك الأرض واجتمعت الرؤساء جميعا على الرب وعلى مسيحه قائلين لنقطع ربطهما ونلقي عنا نيرهما الساكن في السماء يضحك منهم والرب يستهزئ بهم حينئذ يكلمهم بغضبه ويروعهم بسخطه أنا أقمت منه ملكا على صهيون جبل قدسه منذرا بشرعة الرب الرب قال لي أن تبني وأنا اليوم ولدتك اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأملكك جميع أقاصي الأرض فترعاهم بعصا من حديد وتسحقهم مثل وعاء من فخار فالآن يا أيها الملوك تفهموا ويا جميع قضاة الأرض تأدبوا أعبدوا الرب بخشية وهللوا له برعدة إلزموا الأدب لئلا يغضب الرب فتضل عن طريق الحق لأن غضبه يتقد بسرعة فطوبى للذين عليه يتوكلون أجمعين يا رب لماذا كثر الذين يحزنوني كثيرون قاموا علي كثيرون يقولون لنفسي لا خلاص له بإلهه أما أنت يا رب فناصري ومجدي ورافع رأسي بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني فلا أخاف من ربوات الشعوب المحيطين بي من حولي قم يا رب خلصني يا إلهي لأنك ضربت كل من يعاديني بلا سبب أسنان الخطأة سحقت للرب الخلاص وعلى شعبك بركتك المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين هللويا 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 المجد لك يا الله هللويا 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 المجد لك يا الله هللويا 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 المجد لك يا الله يا إلهنا ورجاءنا لك المجد أيضا أيضا بالسلام إلى ربنا الطول كيريا ليسون وعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمته يا رب رحم بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدتنا الإلهي الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين هل ندى ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح ليلا لك يا رب لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين يا ربي إليك صرخت فاستمع لي استمع لي يا رب يا ربي إليك صرخت فاستمع لي أنصت إلى صوتي تضرعي حين أصرخ إليك استمع لي يا رب
تستقيم صلاتي كالبخور أمامك، وليكن رفو يدي كذبيحة مسائية استمع لي يا رب. اجعل يا ربي حارسا لفمي وبابا حصينا على شفتي، لا تمل قلبي إلى كلام الشر فيتعلل بعلل الخطايا. أعن الناس العاملين الإثم ولا تفق مع مختاريهم، سيؤدبني الصديق برحمة ويوبخني، أما زيت الخاطئ فلا يدهن به رأسي. فإن صلاتي أيضا لمسرتهم قد ابتلعت قضاتهم ملتصقين بصخرة، يسمعون كلماتي فإنها قد استلذت مثل سمن الأرض المنشق على الأرض، تبددت عظامهم حول الجحيم. فإليك يا ربي يا ربي عناية وعليك توكلت فلا تنسى نفسي، احفظني من الفخ الذي نصبه لي ومن معاثر صانعي الإثم. تسقط الخطاط في مصائدهم وأكون أنا على انفراد إلى أن أعبر. بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرع، أسكب أمامه تضرعي وأحزاني قدامه أخبر. عند فناء روحي مني أنت تعرف سبلي، في هذا الطريق الذي كنت أسلك فيه يخفى لي فخر. تأملت في الميامن وأبصرت فلم يكن من يعرفني، ضاع المهرب مني ولم يوجد من يطلو نفسي. فصرخت إليك يا رب وقلت أنت هو رجائي ونصيبي في أرض الأحياء. أنصت إلى صوت طالبتي فإنني قد تذللت جدا، نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا علي. أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك. نسجد بغير فتور لصليبك المحيي أيها المسيح الإله، ونمجد قيامتك ثلاثية الأيام، فإنك بها جددت طبيعة البشر الفاسدة أيها القدير، ودللتنا على المصعد إلى السماء بما أنك وحدك الصالح والمحب البشر. إياي ينتظر الصديقون حتى تجازياني. بتسميرك على عود الصليب طوعا أيها الإله المخلص القدير، أبطلت القصاص المسبب عن عود المعصية، وبانحدارك إلى الجحيم مزقت قيود الموت. فنسجد لقيامتك من بين الأموات هاتفين بابتهاج وسرور أيها الرب القدير المجد لك. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع لي صوتي. هلموا يا شعوب نسبح قيامة المخلص الثلاثية الأيام التي بها أعتقنا من قيود الجحيم الغير المنحلة، ونلنا كلنا الحياة وعدم البلاء، صارخين خلصنا بقيامتك يا من صلب ودفن وقام، يا من هو وحده المحب البشر. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع لصوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. إن الملائكة والناس أيها المخلص يسبحون قيامتك ثلاثية الأيام التي بها استنارت أقطار المسكونة، ونحن كلنا افتدينا من عبودية العدو صارخين خلصنا بقيامتك أيها المخلص المحيي القدير، يا من هو وحده المحب البشر. إن كنت للأثام راصدا يا رب يا رب من يثبت، فإن من عندك هو الاختفار. لقد سحقت الأبواب النحاسية أيها المسيح الإله، وكسرت الأمخال وأنهضت جنس البشر الساقط، فنهتف بأصوات متفقة يا من قام من بين الأموات يا رب المجد لك.
من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي في أقوالك، توكلت نفسي على الرب. إن ولادتك من الآب يا رب أزلية وعارية من الزمان، وتجسدك من العذراء يتعذر على البشر وصفه وتفسيره، وانحدارك إلى الجحيم رهيب لإبليس وملائكته، فإنك قد وطئت الموت وقمت في اليوم الثالث، مانحاً البشر عدم البلاء وعظيم الرحمة. من فجار الصبح إلى الليل، من فجار الصبح فليتاكل إسرائيل على الرب. إن الرب جابلي أخذ تراباً من الأرض، وبنفخته المحيي منحني نفساً وأحياني وأكرمني وأقامني في الأرض رئيساً على جميع المنظورات عائشاً كالملائكة. فالشيطان الغاش استعمل الحية آلة فخدعني بالأكل، وفصلني من مجد الله وسلمني بالمنون السفلي إلى الأرض، لكن أنت كسيد ومتحنن استدعني ثانية. فإن من الرب الرحمة ومنه النجاة الكثيرة، وهو ينجي إسرائيل من كل أثامه. يا رب، لما خالفت أمرك الإلهي بمشورة العدو، عريت من الحلة المنسوجة من الله أنا الشقي، وقد ترديت الآن بالوشاح الجلدي وبورق التين، وحتم علي بأن آكل بالأعراق خبزاً مملوءاً أتعاباً، والأرض لعنت لتفرع لي شوكاً وحسكاً. لكن يا من تجسد في آخر الأزمان من البتول، أدعني أيضاً ولج بي إلى فردوس النعيم. سبحوا الرب يا جميع الأمم، وامدحوه يا سائر الشعوب. يا أيها الفردوس الكلي الكرامة، الجمال الفائق البهاء، الموطن المتقن من الله، السرور والتمتع الغير المتناهي، مجد الصديقين وفرح الأنبياء ومسكن القديسين، ابتهل بنغمتي هفيف أوراقك إلى الإله الخالق الكل، أن يفتح لي الأبواب التي أغلقت بالعصيان، وأن أستحق التناول من عود الحياة والفرح الذي تنعمت به فيك قديماً. فإن رحمته قد قويت علينا، وحق الرب يدوم إلى الدار. ويحي إن آدم بالمخالفة نفي من الفردوس، وطرد من النعيم، إذ خدع بكلام المرأة جالساً أزاء عدن عارياً منتحباً. فلنحرص إذن كافة على اقتبال الصيام طائعين التقليدات الإنجيلية، لكي نكون بها مرضين المسيح ونفوز بسكن الفردوس أيضا. المجد للآب والابن والروح القدس. إن آدم جلس أزاء الفردوس وندب عريه منتحبا وهاتفا: ويلي أنا المسروقة المقتنعة من الخديعة الخبيثة والنائي عن المجد، ويحي أنا الذي بالسذاجة حصلت عريانا الآن وحائرا. فيا أيها الفردوس، لن أنال فيما بعد نعيمك، ولا أعاين ربي وإلهي وخالقي، لأني سوف أعود إلى الأرض التي منها أخذت، فأهتف إليك أيها الرؤوف المتحنن، ارحمني أنا الواقع. الآن وكل آوان وإلى دار الدائرين آمين. يا والدة الإله، إن داود نبي صائر بسببك جاء. سبق من أجلك مترنما وهتف بالصانع بك العظائم. قامت الملكة عن يمينك
لأن الإله قد أظهرك أما مسببة الحياة، إذ ارتضى أن يظهر متأنسا منك خلوا جدد ابن صورته المنفسدة بالآلاء، ويجد الخروف الذي ظل في الجبال، ويحمله على منكبيه ويقدمه للأب، ويضمه بمشيئته مع القوات السماوية، ويخلص العالم أجمع بما الحكمة فلنستقم يا نور المعية لقدس مجد الأب الذي لا يموت سما ونظرنا نورا مسائيا نسبح الأب والابن والروح القدس الإله، فيا ابن الله معطي الحياة إنك لمستحق في سائر الأوقات أن تسبح بأصوات بارة، لذا الرب قد ملاك والجمال لبس، الرب قد ملاك والجمال لبس، لبس الرب القوة وتمنطق بها لأنه ثبت المسكونة فلن تتزعزع، الرب قد ملاك والجمال لبس، لنقل جميعنا من كل نفوسنا من كل أذهاننا لنقل أيها رب ضابط الكل إلى أبينا نطلب إليك فاستجب وارحم، يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم، ارحمنا يا الله بعظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم، يا ليسون كر يا ليسون كر يا ليسون، وأيضا نطلب من أجل أبينا ورئيس كهنتنا سلوان ومن أجل إخوتنا الكهنة والشمامسة والرهبان والرهيبات وكل إخوتنا في المسيح، وأيضا نطلب
الرحمة والحياة والسلام والعافية والخلاص لعبيد الله جميع المسيحيين الحسنين لعبادة الأرثوذكسيين الساكنين والموجودين في هذه المدينة والمجتمعين في هذه الكنيسة المقدسة ومجلس رعيتها والمحسنين إليها وافتقاد مسامحتهم وغفران خطاياهم. وأيضا نطلب من أجل جميع المنتقلين من أبائنا وإخوتنا الأرثوذكسيين الراقدين ها هنا وفي كل مكان. وأيضا نطلب من أجل الذين يقدمون الأثمار والذين يصنعون الإحسان والعاملين على بناء هذا الهيكل المقدس الكلي الوقار والذين يتعبون ويرتلون فيه. ومن أجل هذا الشعب الواقف المنتظر من لدنك الرحمة الغنية العظمى. لأنك إله رحيم ومحب للبشر وإليك نرفع المجد والأب والابن والروح القدس الآن وكلان وإلى دهر الداهرين. آمين. أهلنا يا رب أن نحفظ في هذا المساء بغير خطيئة. مبارك أنت يا رب إله آبائنا، مسبح وممجد اسمك إلى الأبد. آمين. لتكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليك. مبارك أنت يا رب علمنا وصاياك. مبارك أنت يا سيد فهمنا حقوقك. مبارك أنت يا قدوس أنرنا بعدلك. يا رب رحمتك إلى الأبد وعن أعمال يديك لا تعرض. لك ينبغي المديح، لك يليق التسبيح، لك يجب المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. لنكمل طلبتنا المسائية للرب. كيريا لايسون. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ورحم. أن يكون مساءنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة. الرب نسأل. استجب يا رب. ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا نفوسنا وأجسادنا. الرب نسأل. براس خكيري. مسامحة خطايانا وغفران زلاتنا. الرب نسأل. استجب يا رب. الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم. الرب نسأل. براس خكيري. أن نتمم بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة. رب نسأل. استجب يا رب. أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب. نسأل. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائنة البتولية مريم مع جميع القديسين المدعى ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لك يا رب. لأنك إله صالح ومحب للبشر وإليك نرفع المجد والأب والابن والروح القدس الآن وكلان وإلى دهر الداهرين. آمين. السلام لجميعكم ولروحك. لنحني رؤوسنا للرب. لك يا رب. أيها رب إلهنا، يا من طأت السماوات ونزل لخلاص جنس البشر، انظر إلى عبيدك وإلى ميراثك، فأن عبيدك قد حنوا رؤوسهم وأخذوا أعناقهم لك أيها القاضي المهيب المحب البشر، غير منتظرين المعونة من البشر بل منتظرين رحمتك ومتوقعين خلاصك. فاحفظهم في كل حين وفي هذا المساء الحاضر والليل المقبل، مصونين من كل فعل مضاد شيطاني من الأفكار الباطلة والهواجس الشريرة. ليكن عز ملكك مباركا وممجدا أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكلان وإلى دهر الداهرين. آمين. بارتفاعك يا رب على الصليب محوت لعنتنا الجدية وبانحدارك إلى الجحيم أعتقت المقيدين منذ الدهر، مانحا الجنس البشري عدم البلاء، فنمجد بالتسبيح قيامتك المحيا الخلاصية. الرب قد ملك الجمال، لبس الرب القوة وتمنطق بها.
لما علقت على الخشب أيها القدير وحده، زعزعت الخليقة كلها، ولما وضعت في القبر بعثت الساوين في القبور، مانحا الجنس البشري الحياة وعدم البلا، فنمجد بالتسبيح قيامتك الثلاثية الأيام، لأنه ثبت المسكونة فلن تتزعزع. إن الشعب الأثيم سلمك إلى بيلاطس أيها المسيح، وحكم عليك بالصلب، فظهر ناكرا عديم الشكر نحو المحسن إليه، ولكنك احتملت الدفن طوعا وباستقلال سلطانك، قمت في اليوم الثالث كإله مانحا إيانا الحياة التي لا تزول وعظيم الرحمة. لبيتك ينبغي التقديس يا رب إلى طول الأيام. إن النساء بلغن القبر يطلبنك باكيات، وإذ لم يجدنك انتحبن نادبات وقلن نائحات. الويل لنا يا مخلصنا ملك الكل، كيف سرقت وأي مكان يحوي الآن جسدك المانح الحياة؟ فأجابهن الملاك قائلا: لا تبكينا، بل اذهبن وكرزن بأن الرب قد قام مانحا إيانا الابتهاج، بما أنه وحده المتحنن. المجد للآب والابن والروح القدوس. إن آدم بواسطة الأكل طرح من الفردوس، لذلك جلس إزاءه منتحبا مولولا بصوت يرثى له وقائلا: ويلي، ماذا حل بي أنا الشقي؟ تجاوزت وصية واحدة لسيدي فعدمت كل صنف من الخيرات. فيا أيها الفردوس الأقدس الذي من أجلي نصبت ومن أجل حواء أغلقت، ابتهل إلى من صنعك وجبلني لكي ما أتملأ من أزهار رياضك. لذلك هتف المخلص نحوه قائلا: لست أؤثر هلاك جبلتي، لكن أشاء أن تخلص وإلى معرفة الحق تقبل، لأن الآتي إلي لا أطرحه خارجا. الآن كل أوان وإلى دار دائرنا آمين. أيتها الفائقة النقاوة، إن المسيح الرب صانعي ومنقذي قد ورد لابسا إياي من أحشائك الطاهرة، وأعتق آدم من اللعنة القديمة. لذلك يا كلية الطهارة، بما أنك أم الإله وبتول بالحقيقة، لا نفتر من الهتاف نحوك بسلام الملاك. افرحي أيتها السيدة يا شفيعتنا وسترنا ومخلصة نفوسنا. الآن تطلق عبدك أيها السيد على حسب قولك بسلام، فإن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته أمام وجه كل الشعوب، نورا لاستعلان الأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. قدوس الله، قدوس قوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله، قدوس قوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله، قدوس قوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر خطايانا، يا سيد تجاوز عن سيئاتنا، يا قدوس اطلع واشفي أمراضنا من أجل اسمك. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. إنا تلميذات الرب، تعلمنا من الملاك الكرز بالقيامة البهش، وطرحنا القضاء الجدية، وخاطبنا الرسل مفتخرات وقائلات: صبي الموت وقام المسيح الإله، ومنح العالم الرحمة العظمى. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين آمين. إن السر الخفي منذ الدهور غير المعلوم عند الملائكة، بكزارة يا والدة الإله للذين على الأرض، إذ تجسد الإله باتحاد لا تشوش فيه،
وقابل الصليب طوعا من أجلنا، وبه أقام المجبول أولا، وخلص من الموت نفوسنا. الحكمة بارك. المسيح إلهنا الذي هو مبارك كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. شدد اللهم الإيمان المقدس، إيمان المسيحيين الحسنين العبادة الأرثوذكسيين مع هذه الكنيسة المقدسة إلى أبد الدهور. آمين. أيتها الفائك قدسها والدة الإله خلصينا. يا من هي أكرم من الشروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم، التي بغير فساد ولدت كلمة الله، حقا أنك والدة الإله، إياك نعظم. المجد لك أيها المسيح الإله، يا رجاءنا المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. بسم الرب بارك أيها الأب القديس. أيها المسيح الحقيقي، يا من قام للموت من أجل خلاصنا، بشفاعة أمك القديسة الكلية الطهارة بتولي مريم، قدرة الصليب الكريم المحي، وبطلبات القوات السماوية المكرمة العادمة الأجساد، توسلات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان، والقديسين المشرفين الرسل كل مديح وأباء الأبرار متوشحين بالله، والقديسين الصديقين يواكيما وحنة جدي المسيح الإله، والقديسين الشهداء الاثنين والأربعون في الذين في عموريا الذين نقيم تذكارهم اليوم جميع قديسيك، ارحمنا وخلصنا بمنك صالح ومحب للبشر. بالصلوات يا بين القديسين، أيها رب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. آمين.